في المواقف الصعبة بس بتبان قيمة مصر. مصر اللي بتقدر تتحمل المسؤولية مهما كانت الظروف، وبتسعى للتحدي مهما الناس قالت إنه صعب ومستحيل. عشان كده كان طبيعي إننا نتقدم بطلب لتنظيم الكان 2019 وناخد أغلبية الأصوات رغم عامل الوقت. وكان طبيعي كمان إن مؤسسة حسن علام تبقى الاختيار الأول لتجهيز ملاعب البطولة اللي أفريقيا كلها بتستناها. المهمة كانت صعبة والوقت ضاغط والتحديات كبيرة، بس عزيمتنا كالعادة كانت أكبر. بدأنا شغل في 4 استادات مع بداية شهر فبراير: استاد الإسكندرية، استاد السويس، استاد السلام، استاد الإسماعيلية. وكان لازم ننجز كل التجهيزات في أقل من 90 يوم. مهمتنا كانت تطوير كل شيء في الاستادات، الملاعب نفسها وكل ما يخص أرضيتها. المدرجات كلها، أبراج الإضاءة، أبراج الشاشة، والغرف الداخلية، والبوابات، والأعمال الكهروميكانيكية، والحد الواجهات الخارجية لكل استاد. اشتغلنا على مدار الساعة، سخرنا كل إمكانياتنا للحدث ده، معداتنا، خبراتنا، تاريخنا، جهدنا، وكنا حاطين قدامنا دايماً اسم مصر عشان نفضل دايماً زي ما كنا قد التحدي.